أنا أحمد محمود منصور تركي الزبن، سكان قرية جلول لواء الجيزة. كنت على أشتغل أنا بشركة المميز، تاكسي المميز، كنت بصويفية عند مطعم ورد، فطلعوا معي نسوان وديتهم على منطقة ماء في عمان، فحاسبوني ونزلوا. فبعد ما حاسبوني ونزلوا بعديها تقريبا بنص ساعة ساعة بتفقد السيارة، ففي شنطة ما حدا طلع معي غيرهم. بعديها حكيت مع الأستاذ عيد، كانت تقريبا الساعة 10:30 11 رئيس مجلس الإدارة عيد أبو الحاج، حكيت معه بلغته وقلت له هيك الموضوع، أنه في شنطة معي، شنطة فيها مصاري فيها كذا، وأنه يحكي لي بوجهك على الأمن وقائي. ظليت على الأمن وقائي جنوب عمان بيادر وادي السير عند النقيب رئيس مفرزة الأمن الوقائي بيادر وادي السير، بعدين بعثني على جنوب عمان عند رئيس قسم جنوب عمان، وحكى معي مدير أمن وقائي العاصمة، بعدين بعثوني على الإدارة نفسها عند مدير الإدارة العميد محمود بيك القرآن مشكور، واستقبلوني أحسن استقبال، والحمد لله تم تسليم الشنطة. سلمتهم الشنطة اللي فيها مصاري، مبلغ مالي ضخم، الشنطة فيها مصاري يعني، وهيك والوضع كان صعب يعني. كنت محاسب بالشركة ضمان اليوم، وكان جيبتي تقريبا 7 دنانير أردني، 7 دنانير، والمصاري كانت دولار يعني، الشيطان لعب يلعب وكذا. بس أول ما فكرت بأمي، هي مشكورة لأنها ربتني على الأمانة على حسن التعامل، وبعديها فكرت ببنتي، والحمد لله تم تكريمي من رئيس مجلس الإدارة وترفيعي بوظيفة مشرف مجموعة، وتسليمي سيارة بروح فيها بجي فيها. في عنا أمانة إحنا الأردنيين، حتى لو وضعنا الاقتصادي يكون صفر، إحنا لو شو مكان وضعنا الاقتصادي لازم نعكس صورة عن بلدنا انه احنا امينين، احنا رجال ابو حسين يعني، احنا يعني دوما معروفين. والحمد لله تاكسي المميز دائما يكون بالصوره، ورئيس مجلس الاداره دائما يكون على اطلاعات تامه بكل كبيره وكل صغيره بالشركه، واي شيء يعني ما بيضيع للجاليه العرب او المواطنين. تاكسي المميز دائما يعني نحن سواقين مميزون. الامانه هاي غريزه بكل مواطن، في ناس بتراودوا الشيطان، انا ما راودني الشيطان، راودني الشيطان، بس انه تذكرت انه في حياه وفي موت يعني، القرش الحرام ما بيدوم دوما، ما بيدوم، احنا هيك تربينا، ما بيدوم قرش الحرام، قرش الحرام بياخذ الحلال معه وبيضل رايح، قرش حلال يعني دينار حلال احسن من مليون حرام.